مجدي عبد الغني لسيد عبد الحفيظ، انا كابتنك ولم اقف على باب الاهلي واتمحلس. لا انا بحب سيد. ايه دي يعني انا ممكن اقول ان انا كابتنك. انا ما قلتها بعد وقعه الممر الشرفي تحديدا. طب كنت انا انتقدت الممر الشرفي ان هم ما الجرايد كلها كتبت كده على لسانك. لا ما خدي بالك، معظم الجرايد عشان سيد ما دخلش الممر يعني. ايوه بس في جرايد وفي مواقع بتكتب من غير ما اقول لها اكتبي، من غير ما اصرح فيها. انما انا هكلمك على التصريح ده وكانه موجود. عشان طب حضرتك شفت رحيل سيد عبد الحفيظ ازاي من الاهلي؟ هي سنة الحياة. يعني هي سنة الحياة. بس القرار كان مفاجئ قوي. ما أنا معاكي، أنا متفق معاكي، القرار مفاجئ، بس سنة الحياة إن ده يمشي وده هو كابتن صالح ما فين دلوقتي؟ الله يرحمه. هو كابتن حسن حمدي فين دلوقتي؟ ما هو كل واحد بيجي له مدة معينة وكل سنة وأنت طيبة، بعد كده هو هي معروف كده. فسيد سنة الحياة، ولازم يطلع كوادر جديدة. يعني لازم يطلع كوادر جديدة، مش هتفضلي على الكوادر القديمة واقفة عندها. وإلا وده النادي الأهلي ما بيعرفش كده. النادي الأهلي دايما بيطلع كوادر وبيطلع ناس، سواء في الإدارة أو سواء في الكورة أو سواء أو في حاجات كتير. ده الأهلي لما بطل يطلع من الناشئين بنشتري لعيبة بملايين الدولارات دلوقتي ما بيعملوش حاجة. مين أنجح في المنصب ده، خالد بيبو ولا سيد عبد الحفيظ؟ لا سيد طبعا، انما خالد ممكن ينجح. ممكن طبعا ممكن ينجح، هو يتعلم. بس النادي الاهلي ينجح اي حد يا مدام. انا ما اعرفش انت اهلاويه ولا زملكاويه. النادي الاهلي لو انت رحت مسكت النادي الاهلي هتنجحي، والله ما بهزر، بكلمك بجد. انت لو رحت مسكت النادي الاهلي هتنجحي وتجيبي بطولات. اشمعنى؟ ماشي لوحده. الاهلي ماشي لوحده، بيكسب لوحده، بيغيب منه 6-7. هو في مجلس اداره قوي. مجلس اداره قوي بصراحه، دائما مجالس اداراته قويه. مش مجلس اداره، مش يعني يعني مش دلوقتي، ما تختصريش عمري. ما تختصريش على مجلس اللي موجود. لا اهلاوي متعصب. انا كنت بحط المصحف اما النادي الاهلي كان بيخسر من البلاستيك وبيخسر من الفرق الصغيره دي زمان وانا عيل، بحط المصحف على جون النادي الاهلي عشان ما يخش فيه جون. زمان في التلفزيون كان عندنا تلفزيون خشب مصر كبير قوي، ده باباكي اللي عارفه يمكن. واخد بالك؟ كنت احط المصحف قال ايه عشان ويخسر، واقعد ازعل. انا زعلان ازاي حطت المصحف ويخش جون؟ ده فكر طفل. انت واخد بالك؟ انما تقولي متعصب، عيلتنا كلها اهلاويه، عيلتنا كلها، عمامي كانوا اهلاويه وكله اهلاوي، وبيتنا كله ما عدا ابويا كان ترسناوي، بس ابويا بقى اهلاوي لما انا بدات العب في الاهلي. بيتفرج على ابنه. ابويا مره جاب لي جزمه سنه 77، عارفه بكام؟ كام؟ 70 جنيه. دي كده كانت غاليه بقى ايام. اوه بقول لك العربيه ب 150 جنيه. ايوه كانت غاليه. دي غاليه ايه؟ الموظف كان بياخد 25 جنيه. ايوه يعني دي كانت غاليه يعني ثروه ايامها. انا بقول لك اهو 70 جنيه دي، انا ما تخيلتش ان بابا هيوافق ان يجيب لي الجزمه دي. اديداس لابلاتا ماركه معروف، عشان البس انا. كان زمان بيجيبوا بيصنعوا الجزم ويدقوا مسامير، وكان المسامير بتطلع في بدات الاديداس تيجي في السبعينات لما حصل انفتاح بقى والملابس تيجي واحنا الدنيا تتروق معانا. جاب لي، قلت له يا بابا انا في جزمه غاليه يا بابا وعايز اجيبها. قال لي بكام؟ قلت له ب70 جنيه. قال لي طب ماشي هاتها. انا ما تخيلتش انه هيوافق. النهارده الجزمه ب 4000 و5000 و6000 جنيه. واكتر بكتير. لا جزمه الكوره. ايوه واكتر. فانا بعرفك يعني الدنيا كانت، وحبنا لنادينا كان عامل ازاي. احنا كنا بناخد 50 قرش في التمرينه. 50 قرش؟ اي والله.
وكنا سعادة ومبسوطين وناخد وجبة، يعني يوم الماتش ناخد وجبة نتغدى في النادي. يا سلام على غدا النادي والاسكالوب الكبير ده بقى اللي هو عارفه انت ما حضرتيهوش، كان الاسكالوب بيتضرب يبقى قد كده الاسكالوب باين. ايوه بيدق يدق كده ويبقى قد دلوقتي. طيب لا انا بس كانوا يكبروه بقى، اللحمه كان بخيرها. فده النادي الاهلي وده اللي حضر النادي وده اللي بيحب النادي الاهلي.